لم يعد هناك وقت لأن تكون المنظومة من المستقبلية غير عادلة أستاذتي، لأنه يعني في هناك مبدأ مهم في اتفاقية باريس، وهو المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. نحن نعلم أن الدول المتأثرة بالتغير المناخي هي أيضا الدول التي لم تساهم بهذه الظاهرة، هي الدول التي لم تبنى اقتصاداتها على حرق الوقود الأحفوري. فهو اليوم فعلا الوعود التي تم إطلاقها في باريس في سنة 2015 المتأخرة زي ما تفضل الأستاذ نجيب، اليوم لم يعد هناك مجال للمماطلة وللتأخير. لماذا؟ لأنه فعليا نحن قوة دول العالم كلها بقوة الحلقة الأضعف لدينا. هناك مبدأ تناشد به الأمم المتحدة دائما أن لا نترك أحدا يعني في الخلف أو leave no one behind. فيصبح هذا المبدأ جدا مهم اليوم. لماذا؟ لأنه كلفة التأخر تزيد أضعاف كلفة الأضرار المتأتية من التغير المناخي. فمن ناحية حفاظ على النفس ومن ناحية أن تحمي الدول، خلينا نقول الاقتصادية والمتقدمة نفسها، يجب عليها اليوم أن تساعد الدول النامية في الاستثمار في التحول الأخضر، وما نسمع فيه اليوم بتعافي الاقتصادي الأخضر التي تناشد به الدول. ورأينا مثل أوروبا أطلقت صفقة الخضراء، أمريكا أيضا صفقة البنى التحتية الخضراء لديها، وأيضا السعودية أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.